عشان كده حتى الأشقاء العرب في نظرتهم للنادي الأهلي فيها كتير من الدهشة، فيها كتير من التقدير، فيها كتير من الانبهار بنموذج هذا البطل. ده مش كلامنا، شيء مشرف لكل أهلاوي وشيء يفخر به كل مصري إن أنت تشوف حجم إنجاز النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وبطولاته في عيون الأشقاء. اخترنا لكم واحد منهم، الأستاذ عبد الرحمن الجماز، الناقد الرياضي السعودي الكبير، هو مدير واحد من الصحفيين السعوديين الكبار، هو مدير تحرير جريدة الرياضية السعودية، أهم الصحف الرياضية اليومية العربية مش السعودية بس في الحقيقة. رأي الأستاذ عبد الرحمن الجماز في الأهلي والإنجاز. الوضع مثلا تكلمت أنت، خدت مثال كالنادي الأهلي المصري. نعم. أعتقد النادي الأهلي المصري كإمبراطورية رياضية، كمؤسسة سمها ما شئت، مؤسسة رياضية كبيرة من خلال الاشتراكات، من خلال التفاعل الاستثماري ما بينه وبين الجماهير، نادي مختلف. نعم. اللي يمكن تسنى لهم زيارة النادي الأهلي أو والنادي الزمالك يشاهد مثلا في مصر من خلال، بحكم أنهم الناديين الأكثر شهرة والأكثر استحواذا على الشعبية الجماهيرية هناك، يلاحظ الفرق الكبير بين الناديين. يعني النادي الأهلي إمبراطورية مختلفة بصراحة، وهي مثال، ومثال يفترض أنه يحتذى، ويفترض أن الأندية أيضا تحذو حذو النادي الأهلي مهما مر مستوى فريق كرة القدم من مستويات أحيانا، يظل فريق دائما في الواجهة، يظل وضع المادي دائما سليم، يظل تفعيل الاشتراكات. وأيضا أنا مثلا قابلت كثير من الأخوة المصريين لهم علاقة كمشجعين، يعني يشجعون لكن ليس لهم علاقة في الحضور في المدرجات ولا شيء، لكن عنده بطاقة ويستخدم مرافق النادي. نعم. بشكل يومي وبشكل متواصل، الترفيه له لعائلته، والترفيه له لعائلته. يعني نادي بصراحة مثال يحتذى فيه. أتمنى أن تكون أنديتنا تتفاعل أكثر من خلال جذب الجماهير، ولا يقتصر أيضا دور الجمهور على الحضور في المدرج. أنا كمان يا أستاذ عبد الرحمن كنت أتمنى أن يبقى في وقت علشان كل الأهلوية يستمتعوا بشهادات عربية من أشقاء عن إمبراطورية الأهلي وقيمة الأهلي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا عن الأهلي وإنجازاته.